ناخذ هذا السيستم. هلا هذا السيستم بيختلف عن السيستمز السابقه، ما كانش في عندي انتجريتر بالسيستمز السابقه. الاختلاف الاساسي بيصير لما السيستم نفسه يكون فيه انتجريتر من ضمن البلانت. ها هي البلانت، شو يعني انتجريتر في البلانت؟ في مكان معين عمالي باخذ كميه معينه وبعملها انتجريشن. فمثلا اذا عندي تانك مي عباره عن انتجريتر واحد على اس، عم بدخل له فلو كيو input of t flow للليكويد in liters per second او cubic meters per second، وعماله بتكون هون height h of t. فهذا بقدر افكر فيه كانه انتجريتر. او عندي كاباسيتر، الكاباسيتر عماله بيجي current، والcurrent هو d q in charge over dt، مظبوط. وعم تتكون هاي charge هون، والcharge لما تتكون هون تعطيني v of t. فلما بكامل i of t بعطيني V of T، لما بكامل Q of T بعطيني V of T volume، والفوليوم بقدر احوله ل H. مش انه في انتجريتر بفتح السيستم بلاقي في داخله انتجريتر. او عندي مثلا سرعة وعمالي بحول السرعة وباخذ منها البوزيشن، فالسرعة والبوزيشن واحد منهم انتجريتر للتاني. هاي البلانت صارت تايب 1 سيستم لانه فيها 1 انتجريتر. وفي عندي هون first order system، هاي هي البلانت. ميزة هذا السيستم أو مشكلة هذا السيستم في الأوبن لوب راح أعتبره unstable، لأنه إذا دخلت له step function اللي bounded input ما راح يعطيني bounded output، راح يضل يزيد باستمرار. وإذا فحصنا نعمل هون run على step input، إذا طلعنا هون على step input واضح انه هذا السيستم مش بي اي بي او ستيبل. دخلت له انا ستيب فانكشن which is bounded الاوتبوت، والسبب انه وجود انتجريتر. احيانا ممكن يكون في تو انتجريترز في الاوريجن، تو هذا فوقتيها لما بدخل له امبلس الاوتبوت مش راح يكون ستيبل. فميزه الفيدباك هون راح يعمل لي ستابلايزيشن للسيستم، بس كمان بامكاني احقق ترانزيت ريكوايرمنتس معينه، بس ما راح احتاج لاج كومبنسيتر في هاي الحاله. ناخذ اليوزر ريكوايرمنتس، فاليوزر طالب مني الفولوينج ريكوايرمنتس للبلانت هاي. لا كيف يعني باوندد انبوت؟ باوندد احد تعريفات الاستابيليتي او احد مفاهيم الاستابيليتي. احنا عاده التعريف اللي متعودين عليه انه يكون البوزيتيف الريل بارت تبع البولز الاوبن لوب بولز في الرايت هاند سايد، مظبوط تمام. بس هذا نعم انستابل، يعني ستيبل لازم يكونوا بالليفت هاند سايد، انستابل لازم يكونوا بالرايت هاند سايد البوزيتيف بارت. لكن احنا كمان في عندي حالات معينه، عندي السيستم هذا اللي شفناه قبل شوي اللي فيه انتجريتر هون، هذا جاي البول جاي على الجي اوميجا اكسس بالضبط، هذا مش بيبو ستيبل. اذا دخلت له باوندد انبوت لازم يكون في كل الباوندد انبوتس اللي بدخلهم يطلع لهم باوندد اوتبوتس. باوندد يعني اني بقدر احط خطين واقول هذا ما راح يزيد، ما راح يطلع برا هاي الكيمي. هذا مش صحيح. السايد فانكشن لازم تبقى بيبو ستيبل باوندد. الساين فانكشن ممكن يعني، بس انت هلا تطلع على تعريف البيبو هيه هون مبين بهذا السكوب اللي موجود هون. اذا طلعنا على وين راح ال هذا، لما طلعنا هون مش هيك طلعنا على الاسلوسكوب، هذا الاوتبوت مش باوندد. وين راح يوقف؟ نيفر. فهو ما بقدر اعمل له باوندنج رغم انه الانبوت باوندد. هلا انا لو دخلت الانبوت كان unbounded راح تقول لي متى دخلت unbounded input؟ طلع طبعا unbounded output، مظبوط. بس انا هون دخلت bounded input، هي مش بقدر ارسم خط هون على هذا الانبوت، خط هون وخط هون ولا يمكن يزيد عنهم، اذا هو bounded بس الاوتبوت unbounded. اذا هو هذا هون بقدر اقول، رغم انه انت لو دخلت له مثلا step function كان ما بيصير عندك هيك، او sign function ما كان بيصير عندك هيك، مش هيك؟ بس اذا كان في function وحده بدخلها بتكون الانبوت باوندد والاوتبوت انباوندد، بقول عنه انستابل بالبي اي بي او سنس. ممكن طبعا بيصير هذا كمان اذا عندي كومبلكس كونجيجيت بير اوف بولز على الجي اوميجا اكسس، كيف بصير عندي نفس المشكله. طيب اذا هون هلا راح نسكر اللوب. هلا اليوزر ريكوايرمنتس اللي محطوطه هون محطوط رايز تايم ومحطوط اوفر شوت، فمطلوب هون عندي اوفر شوت مقداره 4.32% يعني 0.0432، والرايز تايم 940 ملي سكند. راح نلاقي هون انه البي كنترولر لحالها ما راح تحل المشكله، بس خلينا نحط هلا بي كنترولر بس بروبورشنال كنترولر قبل ما نحط الليد كومبنسيتور ونشوف ايش بصير بالسيستم. نعمل له ستابلايزيشن، راح اسكر اللوب من هون، راح اخذ الاوتبوت من هون،
سكر اللوب هيك راح اخذ جيم احط الجيم هون القيمه هاي مش شرط انها تكون واحد نحطها اي شيء مثلا نحطها واحد ونعمل هلا ران ذا سيستم هلا عندي بلانت حطيت له كنترول الكنترول هاي بروبورشنال الترانسديوسر ما فيش لها ما لها ترانسفير فانكشن اعتبرتها زيرو اوردر بتطلع على الاوتبوت هلا عندي واضح انه هون بس سكرت السيستم نعمل له ستابلايزيشن وما فيش عندي ستيدي ستيت ايرور بالحاله هاي مشكلتي الوحيده الان راح تكون الترانزنت ريسبونس ما عندي مشكله ستيدي ستيت ايرور ما راح احتاج لها كومبنسيتر لكن لو دخلت على هذا السيستم رامب بترجع عندي نفس المشكله وبحتاج لها كمان انتجريتر وإذا دخلت عليه فرابولا بدي كمان 2 انتجريتر بس يعني تايب 0 تايب 1 تايب 2 تايب 3 نعم بس فيزيكلي شو اللي صار هون؟ تمام شو صار عندي هون فيزيكلي بالهاي؟ صار عندي لأنه في انتجريتر بالسيستم هاي حلت محل البي اي بتذكر البي اي اللي كنا نعمله هناك فهي تغلبت على ستيدي ستيت اورور بس هاي ما اجت من الكنترولر هاي هي موجودة بالبلانت فهون بعد فترة راح يصير عندك راح تصير أنت عمالك بتقارن الفاليو اللي بدك توصل له عفوا الفاليو اللي بدك توصل له بالفاليو اللي انت اكشولي وصلت له قديش راح يصير الايرور هون الانبوت اللي طالع من هذا البلوك زيرو ولما بضربه بجين واحد شو راح يكون عندي الاوتبوت هون اذا فيش عندي على فكره شيء جاي من الاكتويتر كيف ضل محافظ على اخر فاليو موجود له هو الداخل عليه زيرو عن طريق الانتجريتر الانتجريتر بتضل حافظه اخر قيمه موجوده فصار عندي ما في حاجه لايرور حتى اوصل ما في حاجه لاكتويتنج سيجنال تشغل هاي البلان لما وصلت للقيمه تبعتها ضلت عليها اللي خلاها تضل عليها بدون انبوت هو الانتجريتر الانتجريتر الموجود في البلان نعم اذا حطيت الانتجريتر صار تمام بترد بترجع بتعمل عندك مشكله مش هيك بتعمل عندك مشكله اذا حطيت انتجريتر ثاني بصير عندك تو بولز وانت اصلا في عندك بول من السيستم شو راح يصير في 3 بولز شو راح يصير في الروت لوكس للسيستم زي هيك عندي 1 2 3 مش هيك قصدك وحطيت على بروبورشن راح يصير عندي انستابل السيستم لانه عندي هدول الاثنين هذا راح يتحرك بهذا الشكل وهدول الاثنين راح يتحركوا بهذا الشكل مزبوط شكل الروت لوكس راح يضل على الجي اوميجا اكسس يصير بدك شيء ثاني حتى تحرك الروت لوكس لهنا اوكي هاي السيستم عندي هلا حقق هذا صار ستيبل وعندي زيرو ستيدي ستيت ايرور بدي احقق الان الريكوايرمنتس اللي هون خلينا نطلع على التو ريكوايرمنتس اللي موجودين هون اليوزر ريكوايرمنتس عندي اوفر شوت مقداره 4.32% نعرف تحوله القانون بيقول ام بي بيرسنت بتساوي اكسبوننشال ماينس باي زيتا على 1 ماينس زيتا سكوير اذا كان الاوفر شوت بيساوي 0.0432 اكسبوننشال هذا القانون اذا زيتا تطلع معكم اظن 1 على جذر 2 اذا بتحسب 0.707 اوكي فبيطلع عندي الان بدي احقق زيتا مقدارها 1 على جذر 2 فبتطلع معي بيتا اظن 45 درجه مش هيك الزاويه اللي كوساينها 1 على جذر 2 مضبوط هي المثلث ال 45 هذا واحد هذا واحد وهذا واحد على جذر هذا جذر التنين مضبوط فالزاويه ال 45 كوساينها وساينها واحد على جذر التنين فبيتا راح تكون 45 درجه ايش الشيء الثاني اللي بدنا اياه؟ بدنا رايز تايم فبدنا اوميجا اوميجا تي وعندي هون فعندي هاي اذا رسمتها الان على الرسمه هون راح تكون هاي الزاويه 45 درجه انا عندي السيستم الاصلي فيه بول هون وبعدين راح امشي 1 2 3 4 تقريبا عندي بول ثاني هون مضبوط مش البلانت الاصليه شو كان فيها الاوبن لوب بولز كان فيها زيرو هون وفيها ناقص 4 راديانس بير سكند هون هذه هون 45 درجه اللي هي بيتا وهلا بدنا الرايز تايم الرايز تايم راح يكون عندي تي رايز بدها تساوي باي ماينس باي على 4 45 درجه على اوميجا تي بس الرايز تايم احنا محددينه ب 0.94 فبصير عندي اوميجا دي بتساوي باي ماينس باي على 4 على 0.94 بتطلع اوميجا دي بتساوي باي 0.75 على 0.94 قديش تطلع معنا اوميجا دي حد يحسبها اوميجا
ولين 2:30 المفروض تطلع. 2:51. 2:51. اوكي خلينا نسميها 2:30. اوكي ايش وحدتها؟ راس بير سكند. طلع هلا على الرسمه هون، هاي 4 هاي 0. انا بدي اجيب اوميجا دي 2:30. 2:30 يعني تقريبا راح تكون هاي 1 هاي 2 وهاي نص تقريبا هون. اذا هاي 2:30 وهاي الزاويه 45، اذا هاي ايش لازم تكون؟ 2:30. مش هيك؟ في ناس مش مفطرين. مين اللي مش مفطر؟ ولا الكل مش مفطر؟ اذا عندي بدي اوميجا دي هلا 2:30 رادس بير سكند. بدنا نشوف هلا الشرط هذا بتحقق اصلا هلا ولا ما بتحقق الشرط. هاي كمان نقطه مهمه خلينا نشوفها. خلينا اوقف هذا بس امحي ارتب الداتا اللي هو.